حضرات السادة الأفاضل، دلوقتي مع أخطر فقرة في السيرك كله، فقرة الحيوانات المفترسة. أنا شخصياً بخاف أعملها اللعبة دي، بس هعملها من أجل إسعاد البشر كلها، من أجل إسعاد الأطفال الصغيرة والأطفال الرضع، عشان يكبروا يعرفوا إن في رجالة في البلد ديت. إحنا بنموت عشان انتوا تتبسطوا، احنا ايه؟ بنموت عشان انتوا تتبسطوا. اسمع تحية كبيرة أوي للحيوانات المفترسة اللي هتخش دلوقتي يا اخوانا، تحية. يلا جمعة، خش يا جمعة بالحيوانات. اللي خايف يروح يا اخوانا، ناشئين ده مبدئيا. ايه دول يعني؟ بقالي 3 سنين بدرب فيهم اخطر معيز مفترسه في العالم العربي كله والافريقي، بيتغذوا على التعابين اللي هي المجارس، مش التعابين العاديه، التعبان المجارس بيتغذوا عليه. يلا يا ليلى، يلا يلا على دي، يلا اهو زي ما اتمرنا يا ليلى، يا ليلى زي ما اتمرنا. هو يبدا بانه يهود الناس، انما الاسلوب جايه. يلا دلوقتي انتوا مره بتعملي ايه؟ يلا واحد تاني، يلا انزلي انزلي يا بنت الجح. يا بنتي رد عليا، احنا مش اتدربنا؟ مش بنقف على فوق وبننزل؟ ها في ايه؟ متضايقه من حاجه؟ انزلي يا متخلقة. ايوه ايه سقفه كبيره وحياه ابوكم، سقفه كبيره. والان مع اخطر حركه في الفقره هيعدوا من عليا وانا نايم على الارض. يلا يا ليلى، يلا يا رب ما افتكرونيش اني برسيم. يا رب يا جماعه بتاع الباب المعيزه هتموتني. يلا على جوه، يلا يلا يا نانسي، يلا. شكرا شكرا.